Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ya manan ala man uzila alaihi al-Qur'an wa sallim alaihi wa taqabbal.
Majlipun Ustaz Haji Ma'asum Ahmad Kamal, Ustaz Haji Ibrahim Asmari Sarjana Hukum, Suhu Majlipun Ustaz G. Haji Abdul Mu'id Ahmad, kepada Mabinara Lenggah Warni Panggung. Sekali lagi dimohon kepada para hadirin, nanti waktu pelaksanaan khataman Al-Quran atau Al-Quran dibaca, hadirin tidak diperkenankan mengambil gambar baik maupun dengan HP maupun dengan alat tustel kecuali petugas yang telah ditunjuk oleh panitia. Sekali lagi kepada para hadirin baik putra putri, waktu pelaksanaan khataman Al-Quran berlangsung tidak diperkenankan mengambil gambar kecuali petugas yang telah ditunjuk oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo para hadirin wa hadirat ing pangestu para putra ayahe lan bendi ndakan ataman mugi-mugi pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita ingkang sami hadir pikantuk mangfirah ing Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أصحابه وقربته أجمعين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
Husun ila ruhil marhum bagi Ahmad Umar bin Abdul Manan, bagi Abdul Manan sekalian, bagi Ahmad Lidung sekalian, bagi Adnan sekalian, bagi Ahmad Jisam, bagi Daris Mustafa, Rasulihi wa Qulul Mamadirihim, Nur Makuri ini kang kalau alat murah ini kang saya buat pun kasihat untuk ini terat daftar dari tujuan hatam ini tujuan itu nih hadiah lahumul fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Ya kan aku tuh ya kan sahaja nasihat sambil فَضَلَّ الَّذِينَ عَمْدَعُوا لِهِمْ وَالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِنْ إِقْضَئِينَ
monggo kita lajengaken tahlil. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhibuna bishay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. آمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم رحمت الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوق فيك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الذكر فأعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
ويدعو الإنسان بالشر وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا نعمين حمد شاكرين حمدا يا في النعمة ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطاني. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير إنك على كل شيء قدير. ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم ارزقنا التقوى والهدى والاستقامة وارزقنا حسن الخاتمة. اللهم سلمنا من سوء الخاتمة. اللهم طهر قلوبنا على النفاق وطهر أعمالنا من الرياء. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن. اللهم ادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين وكفت بالسلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين والمقيمين في برك وبحرك من أمة محمد عليهم أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.
ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشاهينا ولمن له حق علينا، خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني، ثم خصوصا إلى حضرة الشيخ محمد الحنفي سيد الحافظ القرآن سلطان الأولياء، وإلى حضرة الشيخ أبو مدين من أهل القرآن الكرامة رئيس الأبدان، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح المرحوم أبي هجي أحمد عمر عبد المنان وزوجته، وإلى روح المرحوم أبي هجي أحمد صفوي وزوجته، وإلى روح المرحوم بهجي هجي أحمد مصطفى، وإلى روح المرحوم بهجي أرداني مروان وزوجته، وإلى روح المرحوم بهجي أصفري وزوجته، وإلى روح المرحوم بهجي رافعي وزوجته، وإلى روح المرحوم بهجي أحمد نظام وزوجته، وإلى روح المرحوم بهجي أحمد جسم، ثم إلى روح المرحوم بهجي هاجي راتن أحمد عدنان، وإلى روح المرحوم بهجي ياتمن محمد أمين وزوجته وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. ثم خصوصا إلى المرحومين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. اللهم تقبل حسناتهم وارفع درجاتهم وكفر عن سيئاتهم، اللهم نور قبرهم ومسك قبرهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرهم كفرة من كفار النيران. اللهم اجعلهم ممن ينادى يوم القيامة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعل ذريتهم من عبادك الصالحين، من عبادك المتقين، من عبادك المخلصين، من عبادك الشاكرين، من عبادك الصابرين، من عبادك المحسنين، من عبادك الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم احشرنا وإياهم مع الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء والصالحين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خدري الله نعم الله، الحمد لله رب العالمين، مجلس
khutbil Quran, dzikir lan tahdzir suara doa sampun paripurna. Islasipun para santri kepala badhe mantap saking panggung. Moga Mas Fadilul lan Mas Fadil mundur dari badhe nyunjung ngelingi Muhammad daripun para penyanyi. Mekaten iki mangke dhateng para lumoki mangke kepareng mantap saking panggung mangke lenggah wonten kabupaten ingkang sampun kacawisaken. Jibril Yosef bersama Bibi Alhamdulillah Rabbil Alamin Bondo Al-Mu'ayyad Wal Intal Meliko Sake Ngetamakan Jibril Koboro Santri Cacai pun kali atus Namlikur Meliko saking Juz Ama Putra Menteri Kantus Sosongo Lajeng Bina Autor Putra Songo Likur Bila Koi Pemen Sekawan Dan Juz Ama Putri Wonten Sangdo Sosongo Pinangdur putri kaman dosu gangsa dan pilohoi putri wonton sedosu. Alhamdulillah semalipun kali ratus nemlikur. Mugi-mugi kita terus generasi menjadi generasi penjaga Al-Quran, mencintai Al-Quran dengan tiga lisan hati dan perbuatan. Moga Mas Tohiran dan Mas Wakil Mundir hadir di badan gedung para santri mendap saking panggung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu Tanazzaha an qawmin wa fi'lin wa niyakin Bihi ashtafi min kul bida'in wa nuruhu Dalilun liqalbi Yeah.
Ashtafi minkum lida'in wa
Allahumma salli ala Muhammad.